سؤال ناقشوا على الفينال يوم ما تفرجناش فيه يعني وانا احنا لايف قال لك ما يسال. اذا مشاهدي قناه شوف تي في انا ما كنتم انا مرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء بث رياضي بأب المئة اكيد بعد التشريف هذا والثالث على التوالي لابناء الدقيق يعني كما تنقولوا باللي السيطره على افريقيا 3 سنين متابعه يعني ثلاث النسخ اللي الحمد لله كيجيبوا فيها اللقب انجاز كبير اللي كيدير الدقيق وليداتو خدمه كبيره كتبان في تيران يعني شباب اللي كسبوا حب المواطنين واللي كتشوف باللي نهار الماتش كلشي كيدوي على الفوتسال كلشي باغي الفوتسال يدوز والحمد لله الفوتسال شرف المنتخب الوطني وشرف القميص ديالو وشرف البلاد ديالو وحنا على امل اننا نمشيو بعيد مع هذا المنتخب هذا ونشيقوا في الدقيق وليداتو اللي باصمين على واحد المسار اللي جيد بزاف اكيد بهذه الفرحه هذه فمواطنين المغاربه والناس كيبغيو الكره غيتناقشوا هذه المواضيع اللي غيقول لي حديث اللسان في الزنقه في القهوه في المدرسه في اي بلاصه وحنا حاليا كنتواجدوا مع ناس اللي نناقشوا معاهم شنو وقع في هذا الماتش هذا والرؤيه ديالهم الدقيق وليداته وشنو كيطمحوا من الدقيق في هذا الانجاز الكبير اللي دار. خويا السلام عليكم. كنشكر القناه شوف تي في اللي كتعطينا المعلومات وكتقول لنا لي لايف وكدير لنا شحال من حاجه كتقربنا لهذا الشيء هذا. والاهم حديث الساعه كما قلتي ديال محمد ديال هشام الدقيق وديال الفوتسال. كنبغي نشكر اول حاجه كنبغي نشكر هشام الدقيق اللي كيدير خدمه وكيدير مجهودات اللي منذ ما نقدر نقول لك شي اربع سنين هو اللي كون فكره كره القدم المصغره داخل القاعه وجمع لينا وليدات والوليدات ديالو اللي كان اللي خدم معاهم شحال هذيك هما اللي كيعطيو دابا كيحصدوا الالقاب وكيحصدوا نتائج اللي مزيانه لا داخل لف افريقيا لا خارج من افريقيا. كنا شفنا واحد الماتش يمكن ديال الارجنتين كانوا لعبوا معاهم وكتسحوهم بسبعه وقال ضربوهم 7-0. هذه خدمه مشكوره عليها ومشكورين حتى الجامعه الوطنيه اللي صراحه دخلت لنا الكره المصغره ديال الفوتسال اللي كانت فوتسال انا ندوي على راسي شخصيا يلاه عرف شق دابا عامي وهذا هو العام الثالث هذاك الشيء اللي كاين ما كانش ما كناش كنعرفوا المنتخب حنا واش عندنا منتخب في افريقيا في الفوتسال ما كناش كنعرفوا شي جاي هشام الدقيق اللي كيدير خدمه مزيانه هو اللي بين هاد الكره ديال الفوتسال المصغر علاش كان اللي سيطر على افريقيا كانوا كيما قلت لك هادي خدمه اللي بناها شحال هادي واللي تاقف وليدات ديالو اللي كيما كنقولوا ملي كتاقف الوليدات ديالك كيجيبوا لك ريزالطا والحمد لله هاي هي اللي كتشفع عليه ثلاثه النسخ اللي دا راه برافو عليك كما قلت هذه خدمه ديال السنوات اللي قبل هي اللي حصدها دابا والحمد لله هما عطاو ثلاثه النسخ وان شاء الله لي مال كاس العالم واخا كاينين منتخبات كيطمح لجميع هذاك الشيء اللي كاينين منتخبات صعاب ولكن ختم كلامي بهذه الكلمه شي حاجه ما تصعب على المنتخب المغربي وخصوصا هشام الدقيق اللي كيدرس الفروق اللي كيعرف كيفاش يخرج الماتش ديالو بحال اليوم اش غنقول لك واحد الوقيشه لعب كما كيقولوا واحد قول العام فهمتيني هو اللي ماركا لي البيت الثاني وتبارك الله عليه هذه راه ما يقدرش يدير شي واحد اللي شي واحد الثقه واحد ها تخرج غارديان ودخل لعاب اللي غارديان ما عرفتش كيقولوا لي في الكره هو اللي ضرب لك البيت ديال الرباح ديال 2-1 هذه راه برافو عليه وخدمه اللي برافو عليها صراحه يعني كنشوفوا بلي خويا مهدي الدقيق وكاس افريقيا حلم اللي كانوا كيطمحوا ليه المغاربه في النسخه ديال كوت ديفوار واللي ما وصلش ليه وليد الكلاكي الدقيق اليوم فرح قلوب المغاربه ولكن كيبقى هذاك الحلم الكبير هو اننا نجيبوا لكم شنو كتشوف هذه القضيه؟ كما قلتي هنا خاص وليد الركراكي يخدم حتى هويا ويعطينا خدمه اللي تكون متقونه فهمتيني وي بريباري الكاس افريقيا اللي عندنا
كاس كاع كاس افريقيا المحليين تلعب في النسخه الاخ النسخه الاخرى ولا ما تلعب قبل من الاخرى تلعب عندنا وبقى عندنا. حتى كاس افريقيا دابا ان شاء الله اللي جاي غادي تلعب في المغرب وبقى في المغرب. كما كنشوفوا اي نسخه ديال عصبه الابطال افريقيا ديال المونديال اللي تلعبات هنايا ضد الجمهور ديال المغرب اللي كانت فيها الرجاء فهمتيني، والجمهور ديالها اللي وصلوا لابعد نقطه، والمنتخب المحلي اللي توج بالجمهور ديالو توج كاس افريقيا، والوداد حتى هي توجت تشات العصبات اللي لعبوهم في جوج اللي لعبات في اللي تلعبوا في تيران دونو حتى هما توجات الحمد لله. وتواليد الركراكي ان شاء الله تيران يدخل المغرب ما يخرجش منه، وتكون هذه الديبار ديال المنتخب ان شاء الله، حيت هو المنتخب ما نقولوش كيعطيو الاوليه، ولكن هذاك هو المنتخب الوطني اللي كيتعرف. كتسول اي واحد صغير كبير كذا كيقول لك حنا عندنا المنتخب الوطني، فهمتيني، هو اللي معروف بالعالم. الحمد لله وكل شيء عارف كيقول لي هذاك الشيء اللي كاين العالم ماشي افريقيا. مي خويا مهدي انت مدرب وكنعرفوا باللي سيدي عثمان كامل الا قلنا ليه مهدي الطلعي غادي يعرف كيفاش كتخدم مع الشباب، كيفاش كتنافس بطولة تشالنجر، كيفاش كتخدم مع الوليدات. شنو الفرق ما بين الدقيق والركراكي في المساله ديال الكوتشينغ مع الوليدات في نظرك انت؟ شنو اللي خلى الدقيق يدي كوب دافريك واللي خلى الركراكي ما يديش كوب دافريك، واخا انهم هجوم على ديفيكتيف اللي كيتحشرم باللعابه ديالهم؟ نجاوبك واخا نجاوبك ماشي في انا ما عارفش ما معاشرش كما كنقول ما معاشرش باش نعرف الخبايا اللي كاينه ونبني عليها، ولكن كما قلت لك هنا اللي كما قلنا سميتو الدقيق بنا وحصل، فهمتيني، الدقيق بنا واحد المنتخب، وهو دابا كما قلت لك كيحصد في الالقاب ديالو. كما كيقولوا الناس الوالا واعد وفى، دقيق واعد قال لك غنمشيو لابعد نقطه وفى، بالعكس ديال الوالد الركراكي اللي كوتشينغ برافو عليه، اللي كوتشينغ مزيان وفهمتيني كيجمع لك الجروب وكيعتمد على كيبني لك غير ب كيجمع لك ليكيب، فهمتيني، اما باش نحطوا الامر الواقع كما شفنا في المونديال كذوب على الله حرام، هو خدم ولكن خدم غير بهذيك جمع الجروب ديالو بحال كما كيقولوا كما دار في الوداد كون عائله، ولا بغيتي تكون عائله خاصك تكون عائله في سميتو او في الكره. دابا راه الميدان وداخل الميدان هكاك، دابا راه دابا كنشوفوا في المنتخب ديالنا حنايا في افريقيا هما افريقيا زمطون. علاش زمطون؟ حيت سي وليد الركراكي ما اعتمدش على اللعابه اللي عندهم تجربه في لافريك، فهمتيني، ما اعتمدش عليهم، كون اعتمد على اللعابه في لافريك غادي نمشيو لابعد نقطه، كما اعتمد على الدراري اللي في اوروبا راه مشينا لابعد نقطه في كاس العالم، حيت علاش الدراري عندهم تجربه في اوروبا يسيروا داكشي حيت ما غريبش عليهم اجواء ديال اوروبا عكس ديال افريقيا. افريقيا الا بغيتي تلعب كره وانت وليد الركراكي راه عندك عصبه مع الوداد راه هذيك تشفع لك وتاخذ مني تجربه، راه ما كتبغيش كره تدور الكره وهذا راه افريقيا عندك قوالب ديالك اللي 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 الكوتش اللي عارف قوالب ديال لافريك هو ديال سان داونز وديال جنوب افريقيا، هذاك عرف اللعابه كيلعبوا في المنتخب المحلي، هما اللي قساو المنتخب المغربي وقيل في جنوب افريقيا. ايوا علاش ما ناخذوش هذه كفكره العام الجاي منين نبداو جمع ديال المنتخب ديال البطوله الوطنيه، فهمتيني، يجمع اللعابه ديال البطوله الوطنيه اللي هو وينسق مع المنتخب مع المدرب ديال المنتخب المحلي حتى هو يعطي شويه كما كنقول شويه يمشي. وان شاء الله شوف حنا كنتيقوا في الكره المغربيه، وان شاء الله في كاس افريقيا تحيد غير الانانيه غنمشيو بعيد ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت الناس الروحانيه بالتشويش ديال السيد.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم احمد نافع، مؤطر في جوهرة الصعيده والرشا العثماني. ونبدا الكلام ديالي بان واحد العمل كبير انهم تزودونا بلعابه البطوله الاحترافيه. بوغ دي ريزون بيرسونيل ما تمكنش ليا باش نشوف النهائي. مبروك على المنتخب المغربي ديال الفوتسال، والمره الثالثه على التوالي تيفوز بعد الكاس، وهذا دليل على ان الفريق فهمتي وفرحنا كبير انه فاز بهذا الكاس هذه وجميع التورنوات والتظاهرات اللي كانوا خارج المغرب، وهذا يدل على انه عنده فريق في المستوى، ولما لا اننا نشوفه على الاقل في المربع الذهبي او في النهايه. شي اسئله؟ باش تطمح انت كمشجع مغربي باش تشوف في الفوتسال نشوف ان هشام تيدير واحد الخدمه مختلفة على الرباط، تعتمد على الجاهزية، ما تيديرش خواطر، يعني اللي تستحق تلعب، ولكن حنا ديما مع الاستمرارية. الاستمرارية مهمة في كرة القدم، باش نبقاو نغيرو في مدربين ولا هادي. هاد النتائج هادو جات لأن هشام دقيق الحمد لله بقى مع الفريق، لو بحال الناس اللي تقول بأن الركراكي خصنا نغيروه، أنا رأيي الشخصي المتواضع تنقول بأنه خصو يبقى، ولكن بشرط تكون الجاهزية اللي يستحق يلعب. لأن بعض المرات عندك بالنسبة ديما تنقيسوا على المنتخب الأول، المنتخب الأول ديما تنبغيه هو اللي يدي كأس إفريقيا، كأس إفريقيا استحصى عندنا 76 بزاف ديال الأسباب، أسباب كثيرة يعني ما تقدرش تعرف. يعني أنا حساب تفرج في الكرة كان خوسي فاريا الفريق عنده اللي تيلعب خارج الميدان مش هو تيلعب داخل الميدان، اجواء افريقيه تيعرف ليها مواليها، مواليها اللي خصهم يلعبوا ليها، فهمتي الظروف المناخيه هذه. رغم ان دابا ما بقاش ماشي غير كره القدم فقط، فيها بزاف العوامل اللي كتقدر تخلي كثيره وعندي بزاف ديال ليزيكزومبل على خص يكون مشروع، مشروع يكون ديال كره القدم وتصبر عليه وتحاسب معاه في الاخر. ماشي ماشي ديال اللي انه دار مشروع ممكن الفوتسال هو مشروع ديال الدقيق تماما. وهاد هاد الكروية اللي تعيشها المغرب في جميع الفئات الكروية، المنتخب ديال الفوتسال على قضية الاستمرارية، الاستمرارية مهمة. كاينين بزاف ديال ليزيكزومبل، عندك مثلا المنتخب الإنجليزي في 2010 كان عنده كابيلو تقصى في الدور الأول، فمن قالوا لي لا حنا عندنا معاك مشروع ديال 4 سنين ما يمكنش، ولا استعصات عليك شي حاجة، صعيب 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 باش تحيدها. تصور ان بولي 3 كوب دي مون وكان غيدير كاتريامة لولا الاصابه، ولا ما خاتنيش الذاكره ما داش كوبا امريكا، ما داش كوبا امريكا. رونالدو الفينومينو ما عندوش شامبيونز ليغ، ودائما دائما اللي درنا في قطر احنا رفعنا الليب، فبالتالي ولا هذا من الاسباب اللي خلى الشعب المغربي يطلب من الركراكي يطلع حلقات بسرعه. ولكن خصك ترجع لليستوريك ديال ليكيب الكبار، فرنسا في 98 تدي كوب دي موند، وتجي في 2002 تطيح في الدور الاول كمثال. جميع المنتخبات دابا في حاله تكوين منتخبات، البرازيل راه ما عندهاش منتخب، تيكونوا في منتخب اسبانيا تكون في منتخب، كل شيء منتخبات تيكونوا، ولكن حنا كمغاربه وانا منهم تنبغيو ريزولتا بالزربه، وهذا خطا خطا باش بغي، فهمتي نفكروا بعقليه كرويه ونديروا مشروع ونتحسن. هذا هو اللي كاين، فهمتي من المشاريع الاهم دابا نجاحا هو التدريب. انت كمواطن وكانسان وكمؤطر اكيد شنو بغيت تقول للتدريب؟ وتنقول ليه شكرا، فرحتينا وفرحتينا، فكيتي هذه النهضه الكرويه اللي تعيشها المغرب، فهمتي ما بقى لنا غير نشجعوه في كاس العالم، على الاقل على الاقل واحد الانجاز ديال المربع الذهبي بحال الفريق الاول. شكرا. انتم مؤطرين اكيد كتعتمدوا على الفيرا ماشي الفوتسال، نقدروا نشوفوكم مؤطرين في الفوتسال؟ مرحبا. الانجاز ديال الدقيق بهذا عندكم فكره انكم تكونوا مؤطرين في الفوتسال؟ انا ان الفوتسال عنده اختصاص ديالو، الفوتسال ماشي هو الأونس، تكون مواليه وخاصها تكون
خدمه عنده خاصه. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بث اللي كان شيق مع مؤطرين من المستوى اللي هازين بالمنطقه ديال سيدي عثمان، عرفنا وفهمنا بزاف د الحوايج بخصوص الدقيق واللي داتو، بخصوص المشروع اللي دار الدقيق، بخصوص اننا باش الدقيق تشد الالقاب متابعه، فراه ماشي من الفراغ وماشي خدمه ديال عام ولا ست شهور ولا كاع عامين، فانما هي خدمه ديال من ابعد الحدود، وخدمه ديال الافكتيف، وخدمه ديال الجامعه، وخدمه ديال بزاف د الحوايج. الحمد لله جناو الثمار ديال هذا الشيء، السيطرة على افريقيا، وحش الفوتسال المغربي اصبح يهابه الكبير والصغير، لا على العالم لا على افريقيا. الحمد لله كاسنا كان هنا وبقى هنا، دقيق فرح جميع المغاربه، دار انجاز اللي كانوا كيطمحوا ليه المغاربه في الكوت ديفوار. عرفنا تفاصيل بزاف، يعني ربما بزاف الناس ما كانوش واعيين بهذا الشيء اللي كيتقال في البث هذا. مرحبكم، شكرا لحسن المتابعه ديالكم مشاهدينا، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله مع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.